صباح الخير، احنا اليوم متواجدين امام احد الاشارات اللي عليها تجمع سيارات كبير. رح نخوض مع بعض تجربة التسول، مشان هيك انا حاولت اكون اقرب الى ما يكون انه الناس تصدقني. رح نشوف الشارع الاردني ليش بيعطي مصاري للناس الموجودين على الاشارات، هل هو بدافع العاطفة ام هو بدافع انه هو تعود على هاي العادة من زمان. على العموم اي مبلغ رح يطلع معنا نحن رح نضعه في صندوق للتبرعات مشان الناس تستفيد منه. خلينا نتابع هاي التجربة مع بعض. الله يعطيك يا عمي الله يخليك يا عمي، الله يرزقك ويخليك وينولك مرادك يا اخوي. الله يعطيك الله يرزقك، الله يخليك، خلي لك احبابك، الله يرزقك يا اخوي. اطلع معي الله يعطيك. الله يعطيك. الله يرزقك يا عمي ويعطيك. عندي ثلاث اولاد ما طعميتهم. ويخلي لك احبابك. تسلمي. الله يوفقك ويرزقك. اعطيني الله يعطيك. الله يرزقك. ينولك مرادك. الله يرزقك ويعوضك. الله يخليك. الله يرزقك. الله يعطيك. الله يخليك. الله يرزقك يا اخوي. الله يعطيك. شكرا يا اخوي. الله يعطيك يا عمي. طب اعطيني شويه مكسرات. وهلا بعد ما مرق ربع ساعه على وجودي عند هاي الاشارات عرضنا لكثير مواقف، وكان في مجموعة من الناس اللي اعطتنا تبرعات لمجرد انه هي متعودة اول ما تشوف اي حدا طول من الفراتة اللي عنده وتعطي، وفي ناس من باب العاطفة بسبب الدعاء الملح اللي انا كنت ادعي لهم اياه، وفي ناس طلبوا مني اني اروح اشتغل، قالوا لي ان الشغل كثير احسن لك من انك انت تشحدي على الاشارات. على العموم طرق مختلفة، وفكرة انه الواحد ينزل للشارع ويجيب مصاري هي انتقلت من مرحلة الحاجة الى مرحلة اذا بدكم الوظيفة احيانا. هلأ رح نشوف قديش جمعنا مصاري، عشان زي ما ذكرنا بالأول رح يروحوا لصندوق تبرعات. نحن 1 2 3 ونص هيك 4 وهيك 4 دنانير ونص.